جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودا على بدء راتب المرأة، شيخ صالح تقول عن هذه المستمعة من القنفذة أم أحمد: بالنسبة لراتب المرأة الموظفة المتزوجة، هل يعتبر ملكا لها أم يدخل تحت تصرف زوجها ويجب عليها الاستئذان قبل التصرف فيه؟ جزاكم الله خيرا. على حسب الشرط الذي بينها وبين زوجها، فإذا كان شرط عليها أن الراتب له أو أن بعض الراتب له فله ما شرط، وإن لم يكن شرط عليها فإن راتبها لها، ولكن لزوجها أن يمنعها من العمل وأن يمنعها من الخروج من البيت. نعم، لأن هذا حق له. نعم.